مجد الله إخفاء الأمر. آية غريبة شوية لكن عايزين نفكر فيها. فأمثال 25:2 يقول إيه؟ مجد الله إخفاء الأمر. النص بيقول مجد الله إخفاء الأمر. هشرح الفكرة الأول وبعدين ناخد بقى كذا آية وكذا فكرة نعيش مع المعنى شوي. يعني ربنا مش من النوع اللي يحب عادة يظهر أسراره بالساهل. ربنا لأنه متواضع جواه مجد عظيم جدا لكن يخفيه. باين قوي لما ربنا تجسد، اختار يتولد في بيت لحم. طب يا رب ده انت مجد، ده يوم تاريخي، ربنا له المجد هيمشي على الارض. اختار حتة كده تبقى ممجدة، اختار بلد تبقى عظيمة، اختار قصر مكان كبير. مجد الله اخفاء الامر. طب لما اختار يتربى، تربى في بلد اسمها الناصرة، بلق حتة قرية تعبانة سمعتها سيئة. لما اشتغل اشتغلها شغلانة تعبانة محدش يدرى بيها. مجد الله اخفاء الامر. اخلى ذاته اخذا صورة عبد. فضل مخبي مجده. مرة كده بس فين لما التلاميذ اتشككوا قال لهم طب انا هفرجكوا على المجد المخفى. وخدهم على التجلي وراهم قال لهم شفتوا الحقيقة، ما تقولوش لحد. ما تقولوش لحد ليه؟ مش ده مجدك؟ مش دي حقيقتك؟ قال بس مجد الله ايه؟ اخفاء الامر. انا مش بحب اظهر مجدي دلوقتي. المعنى ده لو فهمناه حاجات كتيرة في حياتنا ممكن تتصلح. يقول ايه في اشعياء 42؟ انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر ولا تسبيحي للمنحوتات. يعني ربنا عارف ان له مجد، ومجد يفوق العقل، ممجد من ربوات من الملائكة ومن قديسين لا ينطق بمجده. لكن ربنا مع كده يسيب الناس غفلانة ومش سائلة فيه. ساعات الواحد يتعج، يا رب يعني تبقى انت اللي خلقت الدنيا دي واغلب البشر يتجاهلوك وتفضل ساكت. ده الواحد لما بيعمل حاجة وبعدين ما بيجيبوش سيرته ان هو اللي عمل الحاجة بيبقى قلقان ويقول انا عاوز اقول ان انا اللي عملت دي. طب يا رب انت اللي خلقت وانت اللي ربيت وانت اللي بتعتني وانت ضابط الكل وانت اللي ومحدش بيجيب سيرتك والناس عايشة كأن ما فيش ربنا ويفضل ساكت. طب ومجدك المهدر ده والمنكر ده اللي الناس نسياه ده، معلش يفضل ساكت. يقول كما علت السماوات عن الأرض علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. شوفوا مثلا أيوب مسك ربنا خناق، إيه بتعمل فيا كده ليه؟ أنت ظلمتني، أنا أحسن واحد في الدنيا دي، أنت ما فيش غير اللي يعني تدوس عليا. ويفضل ربنا ساكت. طب يا رب أنت مرتب حاجة حلوة لأيوب وبتحضر له إكليل كبير قوي، وخدت ولاده عندك السماء وهتفرحوا بيهم آلاف السنين ملايين السنين في الأبدية، وكل اللي بتعمله صح، ليه شايفك بيعاملك كمتهم؟ ليه ساكت؟ ليه ما بتدافعش عن نفسك؟ يفضل ربنا ساكت. لأن مجد الله إخفاء الأمر. يعمل حاجة حلوة قوي وما يكلمش. لغاية فين لما تكتشف أن ربنا عمل حاجة كبيرة قوي وأنت ما كنتش دريان بيها. عاوز أكلمكم عن كلمة محبوبة عند بولس الرسول اسمها السر المكتوم. كلمة سر جت في رسائل بولس مش بالقصد اللي احنا بنستخدمه في كلمة أسرار الكنيسة. جات كتير قوي في رسائل بولس عشان يقول ان ربنا عمل كل القصة بتاعته دي بطريقة سرية. يقول مثلا في كولوسي 1 السر المكتوم منذ الدهور منذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسي الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. يعني إيه؟
ربنا كاتم سر جواه، ناوي يجي الدنيا يمشي على رجليه، وناوي يفدي الإنسان بدمه بنفسه، وناوي يحضر لنا سما جميلة قوي ويقعد كذا ألف سنة، سر مكتوم ما حدش فاهم وما بيقولش لحد، والناس زعلانة من ربنا، والناس بتسيب ربنا، والناس بتتعب ربنا بالكلام، وهو ساكت ساكت. يا رب ليه كده؟ قال ده سر مكتوم، كل حاجة ليها وقتها، لأن مجد الله إخفاء الأمر، مخبي مخبي لغاية ما يجي الوقت المناسب. عشان كده يقول الذي أظهر الآن للقديسين، مين كان يصدق أن ربنا اللي خلق الدنيا هيجي على الأرض يمشي على رجليه؟ فضل كذا ألف سنة، فين لما الأنبياء يقربوا من الفكرة شوية ومش مستوعبينها لسه؟ سر مكتوم. يقول عنه في كورنثوس الأولى: إنما نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، ولا لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. الواحد لما يكون عامل حاجة حلوة يبقى عاوز يحكي على طول. ربنا مدبر خطة جميلة محكمة، وهيعمل شغل كبير قوي، وكاتم وساكت، ولا الشيطان كان دريان حتى بالخطة، لأن لو علموا لما صلبوا رب المجد. سر. في تيموثاوس الأولى يقول: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، كان سرا مكتوما. محدش كان مستوعب أن ربنا هيظهر في الجسد، حاجة كبيرة قوي. برضو يتقال عنه في أفسس 3، يقول بولس هو بيتكلم من السجن، بيقول: بحسبه حينما تقرؤون تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح، الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر. يعني سر المسيح ده ما كانوش الناس فاهمينه، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبياءه بالروح. يعني بيقول أنا ابتديت أفهم سر المسيح، ربنا دراني ووعاني وابتدى يوشوشني ويقول لي السر، إنما أجيال كتيرة قوي ما كانتش فاهمة السر ده والمجد ده. في رومية 16 آخر إصحاح يقول: للقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح، حسب إعلان السر الذي كان مكتوما. أنا بس بركز على معنى لاهوتي، حكاية السر المكتوم، التجسد، الفداء، خطة الخلاص، تدبير ربنا أن احنا نتلم في السماء في الآخر، حاجة كانت مكتومة جوه ربنا ومش بيقولها، مع أن كلها مجد، دي اللي هتخلينا إلى الأبد نقول له لك القوة والمجد والبركة إلى آخر الدهور. إنما هو المجد الله إخفاء الأمر. ويقول: كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن، وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الله. في الرؤية بقى تيجي أول كلمة في رؤية 1:1 تقول إيه؟ إعلان يسوع المسيح، أخيرا أعلن عن السر، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. معنى الكلام ده يا جماعة، السر يعني ربنا جواه أسرار كتير قوي، جواه مجد عظيم جدا، جواه طيبة ملهاش حدود، جواه حب رائع جدا، إنما مخبي ده كله ساكت. عارفين لما واحد يحب واحد ويفضل ساكت، هو ربنا كده عاوز بقى واحد يجي ايه، يفضل يقرب من ربنا وينكش، يقول عاوز اعرف السر، قول لي ايه اللي جواك يا رب. لما الواحد يبتدي يقرب كده ربنا يعلن له. عشان كده اعلان مجد الله مش لكل واحد، اعلان سر الله مش لكل واحد. افكركم لما ربنا يسوع كان حوالي التلاميذ في مره وقال لهم ايه: ماذا يقول الناس عني انا ابن الانسان؟ قالوا له: في ناس بتقول أرميا، وفي ناس بتقول إيليا، وفي ناس بتقول واحد من الأنبياء. قال لهم: أنتوا بتقولوا عليا إيه؟ فبطرس بقى نط كده وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. قال له: طوباك يا بطرس، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. يعني أنت معرفتهاش لوحدك، أنت سمعت السر، أنت لأنك بتحبني ربنا اتكلم في قلبك
وابتدى يقول لك السر، فبقيت بتشهد وتقول انت المسيح ابن الله الحي. اللي يحب ربنا يعرف سره. انا عاوز اوصل لكم المعنى ده بس. اللي يحب ربنا يعرف اللي في قلبه، يسمع اعماقه، يتعرف على مجده، ولكن مجد الله اخفاء الامر. قدام الناس ربنا ساكت، لكن جواه مجد غير محدود. طب تعرفه ازاي؟ قرب، قرب ودوء، اسأله، اسمع منه. معلمنا بولس لأنه كان بيصلي كتير ويسجد كتير يقول لهم عاوز أقول لكم كلام مش عارف أقوله، في أفسس 3 بالذات يقول أنير الجميع، عاوز أنور الناس، عاوز أقول لهم، عاوز أصرخ في الناس وأقول لهم يا جماعة ربنا حلو قوي، ربنا بيحبكم قوي، ربنا بيحضر سما جميلة قوي، ربنا كان بيخطط خطة عجيبة جدا. أنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. يعني عاوز أنور الناس عن حقيقة هذا السر. برضو يوحنا الحبيب ده بقى اللي كان يحط رأسه على صدر المسيح كده ويعرف سره، وكان يكلم قليل بس أكتر واحد بيعرف اللي جوه ربنا. فشوفوا يقولها ازاي في رسالته هو عجوز كده وقبل نهاية حياته، يقول لهم عاوز أقول لكم حاجة. الذي كان من البدء، اللي هو ربنا المجهول ده اللي خلق الدنيا ومحدش شافه، هو الذي رأيناه بعيوننا، هو الذي سمعناه بأذاننا، هو الذي لمسته أيدينا، فإن الحياة أظهرت. يعني كانت مستخبية وظهرت. كان ربنا مخبي الحياة الأبدية جواه وظهرت لنا اليومين دول. ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت. كلمة أظهرت أو أعلنت معناها حاجة مستخبية. سر الله أو مجد الله كان مخبيه وبيعلنه بس إيه؟ لناسه، لحبايبه. زي ما تكون عندك حاجة حلوة قوي تفرح بيها ناسك بس، القريبين ليك يعرفوا مجدك، لكن البعيد ما يعرفش. عشان كده في سؤال مشهور يقولوا ايه؟ ليه المسيح قدام على الصليب كل الناس شافته وفي القيامة قليلين اللي شافوه؟ لأن مجد الله إخفاء الأمر. مجد القيامة يتمتع بيه حبايبه بس، يتمتع بيه خاصته، يتمتع بيه اللي بيحبوه، إنما غلب الصليب وذل الصليب وعار الصليب كل الناس تشوفه، لكن مجد الله إخفاء الأمر. نقطة تانية في الموضوع، لما ربنا يقول لست تعلم بعد ما أنا أصنع، كل شيء بيعمله ربنا فيه مجد. الألام اللي بيجيبها لنا فيها مجد، الأوجاع، المتاعب، الاضطهاد اللي على الكنيسة فيه مجد، لأن ربنا كل حاجة بيعملها صح، لكن بيخبي ما بيقولش. فنبتدي نشكي، ليه يا رب؟ ليه سايبنا في تجارب؟ ليه الكنيسة مضطهدة؟ ليه فلان حصل له كده؟ تبقى الإجابة إيه؟ بكرة تفهم يا حبيبي. مش هقدر أقول لك كل حاجة دلوقتي. لست تعلم بعد ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. حاجات كتيرة قوي تتفهم بعدين، لكن خلي بالك أن مجد الله إخفاء الأمر. تاني براجع القاعدة، يعني إيه؟ ربنا بيعمل حاجات مجيدة جدا لكن مش دايما الواحد شايف. بستغرب من كلمة أشعية لما شاف ربنا في مجده. أشعياء شاف رؤية جميلة، شاف المسيح على العرش والملائكة بتقول أجيوس أجيوس وترعب، وبعدين سمع الملائكة بتقول كلمة جميلة، بتقول مجده ملء السماء والأرض، اللي احنا خدناها في القداس، قدوس 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 مجده السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. بنقول كده، طب يا رب السماء مليانة مجد يجوز، إنما الأرض دي مليانة فساد، فين مجدك؟ فين مجدك ده يا رب؟ ده الناس كلها نسياك، ده المسيحيين المتدينين أنت بتعدي على دماغهم شوية كده وخلاص، كام واحد بيمجدك طول الوقت؟ طب السماء ما بتبطلش أجيوس، أمال الأرض دي ما بتقولش خالص. إنما اللي يبص من السماء ويعرف سر ربنا يشوف الأرض غرقانة مجد، بس مجد الله إخفاء الأمر. يعني إيه؟
مجد مغطى. ربنا عامل خير وساتر على الناس وبيعمل معجزات وبيعمل حاجات حلوة كتير قوي ومحدش واخد باله ومغطي، لأن مجد الله إخفاء الأمر. أكتر واحد ما يحبش يتكلم عن نفسه ربنا، أصغر واحد فينا ما يصدق يتكلم عن نفسه، إنما ربنا له كل المجد، يعمل كل حاجة ما يتكلمش عن نفسه، ويرضى إن الناس تنكره وتنساه. أقول لكم حكاية مجد الله إخفاء الأمر. يوسف مثلا، في حياة يوسف ابن يعقوب، يوسف عدت عليه أيام غريبة، بقى يحب أبوه وأبوه بيحبه، وبعدين حصلت المصيبة والعيال باعوه وتبقى عبد وتزل، وبقى يبص لربنا كده، ليه يا رب كده؟ إيه اللي بتعمله فيا ده؟ ده أنا بحبك، ده أنا يعقوب شايف إن أنا هبقى الرابع بعد إبراهيم إسحاق يعقوب، تيجي يوسف مثلا، ليه يحصل كده؟ ربنا ساكت. يجوز يوسف لام ربنا، يجوز يعني، إنما مجد الله إخفاء الأمر. طب ما تقول له حاجة يا رب؟ لا مش هقول، خليه شوية كده، يقعد كذا سنة عبد، تيجي المصيبة بتاعت مرات فوتيفار، يعني قبلنا الهم والهم ما قبلناش، رضينا بالغلب والغلب مش راضي بينا، بقى انا اقبل ان انا عبد، وبعدين الست دي تخليني ابقى سجين، كمني مشيت كويس هتسجن؟ ليه يا رب بيحصل كده؟ مجد الله اخفاء الامر، مخبي. طب ابنك زعلان منك يا رب، يوسف صعبان عليه، يعني مش كفايه اتحرم من ابوه وبعدين بقى عبد وبعدين بقى سجين كمان؟ يدخلوا اتنين وزراء يفصل لهم الحلم، يقول لهم بصوا بقى امان عليكم، انا داخل غلط، انا بقالي 15 سنه بتبهدل وما عملتش حاجه غلط، اول ما تطلعوا طلعوني. دول وزراء، اول ما يطلعوا ايه؟ ينسوه، واحد يموت والتاني ينساه. ليه يا رب كده؟ مجد الله اخفاء الامر، مخبي ايه؟ مخبي حاجه حلوه قوي. قال له انا مش هطلعك غير على كرسي مصر كلها. طب ما قلتش ليه من بدري؟ طب ليه سبتني ازعل معاك؟ ليه سبتني اسيء فهمك؟ ليه سبتني اتشكك فيك؟ مجد الله اخفاء الامر. يطلع يوسف يقول له رب حقك عليا، كل يوم من العشرين سنه اللي عدوا عليا كان محسوب عندك، وكان في مجد، وكنت ساتر عليا وانا ما كنتش واخد بالي، وانا عمال اقول ماله ربنا سابني ليه؟ مالها الحكايه ملطشه ليه؟ وطلع انه كله مجد، مجده ملء الأرض. في الآخر يكتشف بقى أن يوسف قعد على كرسي مصر، ومش بس كده، ده هو اللي هيخلص أبوه وإخواته. أبوه وإخواته كانوا هيموتوا في المجاعة، فقال له ما أنت مش فاهم، أنت مش فاهم، لست تعلم بعد ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. حياة داود، يجي يوم تاريخي كده يستدعوا داود، يقولوا له أبوك عاوزك. ليه خير؟ بيقولوا صمويل النبي عنده. صمويل ده كبير قوي، صمويل ده. يجري داود كده الصغير يدخل على بيت ابوه، نعم يا بابا، تعالى عم كلم ابونا صمويل. صمويل يقول له هو ده رب؟ هو ده. حط ايده يقول له انت بقيت ملك. ملك ايه؟ ملك ايه ده؟ انا لسه ريحتي كلها غنم وجاي حافي وحالتي حال. قال له لا، بقيت ملك. ملك على فين يعني؟ على الغنم؟ لا، ملك على شعب اسرائيل وشاول اللي عايز ده، هو النظام كده. طب وبعدين؟ خلاص كده ترجع للغنم بقى، يلا. ايه ده الحكايه دي؟ وبعدين من ساعتها ويبتدي العداء بين شاول وداود. 15 سنه على الاقل داود هربان. ايه الحكايه؟ مجد الله اخفاء الامر. طب ما تقول يا رب، طب رسمتني ملك ليه؟ ما انا كنت مبسوط مع الغنم. انا ملك متبهدل، انا ملك اتلم عليها شويه حراميه، انا ملك من جبل لجبل. من كتر الذل قال لشاول مره انا كلب ميت، انا برغوت واحد، انا ما حصلتش بني ادم، مش ملك. ومجد الله اخفاء الامر، وتدور الايام ويصبح داود اعظم ملك في مملكه اسرائيل حتى هذا اليوم. لغايه النهارده نجمه اسرائيل نجمه داود. ليه؟ مجد الله اخفاء الامر. يفضل ساكت ربنا، وداود يمكن يصعب عليه. ومرة قال له إلى متى تنساني؟ أنت عملتني ملك ونسيتني؟ طب عملتني ملك ليه وأنا كنت طلبتها؟ اسكت ربنا،
طب مخبي ليه ما ترد عليه؟ طب ما طيب خطره. لا، مجد الله إخفاء الأمر، أنا مدبر له حاجة حلوة، أنا هخليه أعظم ملك في التاريخ، أنا جاي منه، أنا هخليه جدي، أنا محوش له مجد لا ينطق به، لكن ما أقدرش أقول له، مش هينفع أقول له. واحد زي أيوب، مجد الله إخفاء الأمر، أيوب ده يا أكتر واحد مسك ربنا خناق، وقال له أنت أتستذنبني لكي تتبرر أنت؟ بار أنا ولا أبالي. يا عم اتكلم بالذوق ما يصحش، إيه هو ده؟ كلام ناشف بيقوله لربنا، ربنا يفضل ساكت. طب ما تقول له يا رب عن المجد اللي مستنيه، ما تقول له عن الكرامة اللي هياخدها، ما تحكي له عن العز اللي فيه ولاده في السماء. مجد الله إخفاء الأمر. طب ولادك زعلانين منك، بيعاتبوك، صعبان عليهم، فاهمينك غلط، مجد الله إخفاء الأمر. وتدور الأيام وأيوب يحط راسه في التراب يقول له حقك عليها يا رب، مرة اتكلمت مش هنطق تاني، مش هنطق تاني أبدا، أنا غلطان من راس الرجلية، أنا ما كنتش عارف أنك بتعمل كل الحاجات الحلوة دي. حياة بولس برضو، بولس ده مليان حياته مفاجآت، بقى يبهدله من حتة لحتة، مستحلف له ربنا، يقول له أخدم اليهود، يقول له لا تخدم الأمم، طب أخدم آسيا الصغرى، يقول له لا روح أوروبا، ومن بلد لبلد ومن سجن لسجن ومن علقة لعلقة. طب بتعمل فيه كده ليه؟ ما تديني فرصة أخدمك. وشوكة في الجسد ومرض فترة وسنة سنتين في سجنه. مجد الله إخفاء الأمر، بيحوش له مجد عظيم جدا في السماء، لكن مش بيقول له على اللي بيحصل. قاعدة كمان في الموضوع، مجد الله إخفاء الأمر، لكن في آية تقول إيه؟ سر الرب لخائفيه، سره مع خائفيه، سره مع أمه العذراء، سره مع إبراهيم حبيبه خليل الله، سره مع يوحنا المعمدان صديق العريس، سره مع يوحنا الحبيب تلميذه القريب. سر الرب لخائفيه، عاوز تعرف سره قرب منه، خليك من الخائفين الرب. ربنا عنده أسرار كتير حلو، بس سر الرب مش لأي حد، وعهده لتعليمهم. حكاية سر ربنا دي تفكرني بحكاية يعقوب أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم كان خليل الله، خليله يعني صديقه الأنتيم في لغة الشباب، يعني الأنتيم بتاعه. فربنا يسوع زاره زيارة وبعدين عاوزين يحكوا، فوزع الاثنين ملايكة، اسبقوني انتوا، فمشى الاثنين ملايكة عشان ياخدوا كده ايه تمشي، وتمشى معاه في الصحر حسب نص الكتاب، بقوا يمشوا سوا المسيح له المجد ومعه ابونا ابراهيم. وبعدين شوفوا بقى التعبير العجيب اللي كتبه موسى بالروح القدس عما دار في قلب الله وهو ماشي مع ابونا ابراهيم. قال ربنا يقول ايه؟ هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ زي في لحظة كده تبقى ناوي على مشروع كبير، وبعدين يبقى معاك صاحبك الأنتيم، فتقول لو خبيت ده عن كل الناس ما أقدرش أخبيه عن فلان، فلان بالذات ده كاتم أسراري، فلان ده روحي فيه، فلان ده صديق عمري، ما أقدرش ما أقولوش، تبقى فيها زعلة. هل أخفي، هل تخفي مجد الله إخفاء الأمر؟ تخفي يا رب؟ ده أنت، ده إبراهيم ده خليقتك، يطلع إيه يعني؟ لا، ده صاحبي، ابن إبراهيم ده صاحبي. فيقول له إبراهيم عاوز أقول لك سر، قول يا رب، أنا نويت على سدوم وعمور. يقول له لا، سدوم وعمور لا، فيها لوط، بلاش سدوم وعمور. بلاش ليه؟ لا افرد فيها 50 بار. هو عاوز يقول له ايه؟ فيها ابن اخويا، بس ايه يعني، عاوز يحطها شياكه كده يعني. فيقول له افرد كان فيها 50 واحد كويس. قال له خلاص لو فيها 50 واحد كويس ما ناجل. طب افرد 40، طب افرد 30، طب افرد 20، ايه اللي بيحصل ده؟ ربنا بيكشف سره وقلبه لابونا ابراهيم، وابونا ابراهيم بيراجع معاه القرار. شوفوا العظمه، مجد الله إخفاء الأمر، عاوز تعرف ربنا بيعمل إيه؟ خليك صاحب ربنا.
قرب من ربنا وادخل في كده في عشرة مع ربنا وخليك شبه ابونا ابراهيم، تسمع اسرار ويحكي معاك وتبقوا اصحاب وتاخد وتدي، وعشان خاطر عينيك كمان ينقذ لك لوط لحسن تزعل. عشان كده تلاحظوا انه في قصص الكتاب المقدس كتير قوي ربنا كان يقول ما تقولش لحد، يعمل حاجة حلوة قوي وبعدين يقول ايه ما تحكيش. تحكيش ليه؟ والنهاردة طلع لنا اي واحد يعني حصل له شبه معجزة بينزلها في الجرائد، وربنا يعمل معجزات كبيرة وبعدين يقول ما تقولوش ما تقولوش. ليه؟ لان مجد الله اخفاء الامر. يقول للوقت وهو يتكلم راح منه البرس وطهر فانطهره. عارفين فانطهره يعني ايه؟ امشي امشي ما تحكيش اسكت. الزهر كان هيعمل هيصة بقى ويهيص الراجل، خف من برس بقاله سنين، قال هس هس امشي. وارسله للوقت، انظر شوف التعبير، لا تقل لاحد. ليه يا رب؟ هو انت عامل حاجه وحشه؟ لا، مجد الله اخفاء الامر، تحكيش، روح بس لابونا وقدم عن تطهيرك عشان تروح بيتك وخلاص. في مرقس 3 يقول اوصاهم كثيرا الا يظهروه. اوصاهم كثيرا يعني قاعد يراجع عليهم، ما تقولوش، انا قلت لكم ما تقولوش ما تحكوش كذا مرة. يبقى الجماعة اللي عمالين يحكوا كده في الفاضية والمليانة دول ما سمعوش الوصية دي. في لوقا 4 يقول ايه؟ حتى الشياطين كانوا يتكلموا عنه، يقول لهم اخرسوا تتكلموش. ليه؟ مجد الله اخفاء الامر. في مرقس 5 يقول لما دخل بيت ييروس وكانت مناحة والبنت ماتت وصويت وبتاع، وقال لهم نايمة. عارفين قال لهم نايمة؟ بعض التفسيرات تقول عشان لما يصحيها ما يقولوش قامت من الموت. مجد الله اخفاء الامر، مش عاوز يعمل شو، مش عاوز يعمل منظر. دخل وقومها من الموت وطلع قال لهم ايه؟ محدش يحكي. اوصاهم كثيرا الا يعلم احد. يا رب دول لطموا عليها، دي ماتت، خلاص خلاص ما تحكوش خلاص، لان مجد الله اخفاء الامر. آية جميلة قوي في أشعياء 4 تقول إيه؟ يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء. آية جميلة قوي، على كل مجد في غطاء. يعني شوفوا أمنا العذراء دي أي مجد فيها، ده الكتاب وصفها إنها سحابة وإنها منارة وإنها وإنها، انما اللي يشوفها في زمنها يقول ست غلبانه خالص غلب الدنيا وهربانه من بلد لبلد في الصعيد، واللي يشوفها يعني تصعب عليه، غطاء متغطي على مجدها لانه دي هتفوق الشمس والقمر في مجدها. انما على كل مجد غطاء، ربنا يغطي على المجد عشان ما حدش يشوفه. يحب يعمل كده مع نفسه، بيعمل كده ومع اولاده بيعمل كده، يغطي على المجد. أخلى ذاته أخذا صورة عبد، اختار صورة ضعيفة جدا، فلاح بسيط، إنسان من الجليل بلاد فقيرة، ونجار بسيط، وأبوه رجل نجار قدام المجتمع، يعني يوسف النجار. إيه ده؟ على كل مجد غطاء، هذا المجد الفائق، الله ظهر في الجسد، غطاء، في غطاء، غطاء من يوسف العجوز النجار، وغطى من مريم الغلبانة، وغطى من الناصرة التعبانة، على كل مجد غطاء. بولس الرسول اتملأ مجد في وقت، معجزات ايه وبلاد ايه بتتفتح وألسنة ايه ومواهب ايه وشغلة كبيرة قوي. فقال لئلا ارتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. بقى الشيطان واخده كده ايه؟ يمين شمال يمين شمال، وهو يقول له رب ايه ده؟ الشياطين دي بتترعب مني، مالها بتتشطر عليا كده؟ سايبهم ليه يدوسوا عليا كده؟ وكأن الإجابة ايه؟ يا بولس على كل مجد غطاء، أنا مديك مجد كبير قوي، خلينا نستر عليه، خلينا نغطي على المجد ده يا ابني، لئلا تنتفخ من الإعلانات، أنا مدوقك حاجات كتيرة قوي، أنا خايف عليك، خليك ضعيف خلاص، خلي الناس تبص لك بشفقة، خليك كده
مريض وحالتك حال، معلش عشان يبقى المجد متغطي. لحسن المجد المكشوف ده انت مش هتستحمله، مش هتستحمل المجد ده كله. فالمرض ده كويس، صدقوني كل الضيقات اللي في حالتنا في حياتنا والمنغصات والأشواك هي غطاء على مجد. في أشواك كتيرة في حياتنا هي عبارة عن الغطاء اللي ربنا بيحفظنا فيه منه من الكبرياء والغرور، لأن مدينا مجد، الروح القدس سكن فينا وبناكل جسد المسيح ودمه ونقف قدام الملك ملك الملوك مجد كبير قوي، انما يغطيه بقى بشويه ايه المنغصات دي. قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف مجد. انما بقى ربنا خلي بالكوا اخر جزء بقى، ربنا في الزمن ده مجد الله اخفاء الامر، بس هيجي زمن يكشف الله مجده. طول ما احنا على الارض، طول ما الدنيا دي لسه شغاله، مجد الله اخفاء الامر. لكن في صلاة المسيح ليلة صليبه صلى صلوة عجيبة قوي، قال إيه؟ أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي. هيجي اليوم اللي الغطى يتكشف ونشوف مجده. دلوقتي المجد مخفى، عشان كده الدنيا مش شايفة ربنا وناس كتيرة بتنكر، واحنا نفسنا بنتأذى وبنتألم وبنقول ليه بيحصل كده. على كل مجد غطاء، الله يخفي مجده، لكن هو بيصلي من ورانا ويقول ايه، عاوز كل ولادي يتلموا معايا في السماء يشوفوا بقى المجد اللي انا محوشه. اريد ان الذين اعطيتني يكونون معي لينظروا مجدي الذين اعطيتني لانك احببتني قبل انشاء العالم. بولس يقول آلام هذا الزمان الحاضر اللي مغطيه على المجد، مأجله المجد، لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فيه. كل لحظه الم عدت عليك، كل مراره في حياتك تفاجئ ان اضعاف اضعاف المراره دي مجد في السماء. اللي انت كنت معترض عليه في الدنيا ده وزعلان منه في الدنيا ده، تفاجئ ان هو ده اكبر رصيد ليك في السماء، مجد لا ينطق به. لكن ربنا ايه، ما بيحكيش، ما بيقولش، عاوزنا نصدق. على كل مجد غطاء، مجد الله اخفاء الامر، يفضل ساكت ومخبي. لكن اللي عارفين سره يقولوا يا جماعه لا يقاس بالمجد العتيد. او يقول خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. يعني هذه الضيقات الوقتيه الخفيفه عماله تحوش لنا في السماء مجد أبدي تقيل، مجد ضخم جدا. لكن دلوقتي إخفاء الأمر، مش باين، مش باين غير إن الكنيسة متلطشة وولاد ربنا تعبانين ومحلش، ربنا يخبي لغاية الميعاد المناسب. معلمنا يوحنا بقى اللي كان عارف سر المسيح يقول لهم، أقول لكم سر حلو، أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله. إحنا في مجد بس مش باين علينا مجد، متلطشين ومتلخبطين وحالنا حال. ولكن لم يظهر بعد ماذا سنكون، ده لسه لما يجي بقى. نعلم انه متى اظهر سنكون مثله لاننا سنراه كما هو. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه. يعني ايه؟ يعني اللي عايش في الدنيا دي فاهم ان لسه المجد قدام والراحه قدام والفرح قدام ورؤيه المسيح بعينيك، كل ده جاي. اللي عايش بهذا الرجاء يستحمل اي تعب واي ضيق واي غطا واي شوكه واي حاجه، يستحمل يستحمل وماله. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه، هانت. بكره بقى نتمتع بهذا المجد. يبقى لنا موعد مع المجد، لنا لقاء مع المجد، انما دلوقتي مجد الله اخفاء الامر. ففي أمور كتيرة مخفية، قد أخفي عنك. أيوة طبعا، حاجات كتيرة أنت مش فاهمها، ليه بيحصل كده ما أنتش فاهم، حاجات كتيرة قوي، بس تأكد أن وراها مجد. الحكاية عاوزة إيمان. تاني الحكمة بتقول إيه؟ مجد الله إخفاء الأمر. ربنا من حكمته مش بيعلن كتير من أسراره.
إنما بيسمح للي يقربوا منه قوي يعرفوا شوية أسرار. عاوز تعرف ليه؟ قرب، قرب أكتر، صلي أكتر، خلي إيمانك أكبر زي أبونا إبراهيم، إلزق في المسيح زي يوحنا الحبيب، صاحب ربنا يسوع زي يوحنا المعمدان، عيش للمسيح زي بولس الرسول، تعرف السر المكتوم ومجد الله وما أخفي عن الآخرين، أنت ممكن تتعرف به. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.